ضربوني علشانك، خلي بالك يا ولد خلي بالك، امي وابويا ضربوني علشان ما تدورش عندنا. انا معاك هنا، بص ونعم الثقه، بس السمكه هنا الاساس والباقي شنط وكياس. ايوه يا حلو، هنا الضمير، هنا الضمير يا باشا. والله ما فيش بالصلاة على النبي. ايه دي حاجة حلوة بالصلاة على النبي. امسك يالا النديف، اللي عايز نديف. انا بتاعي النديف وبتاعي الغلابة والله. حلو، اللهم صل على حضرة النبي، اللي يحب النبي يصلى عليا. اولاد هات 20، صل على الحبيب قلبك يطيب يا ريس. هات 20. 20 ليه بقى؟ هات 20 خلاص. ما هو 200 والله لك كده 20 سكوت عليا الطلاق. ما انت واخد ال 10 حق عليك طلاق بيت تلاته. مشاهدينا متابعينا، زي ما احنا شايفين كده سعر السمك في محافظة كفر الشيخ المعلمة، دعاء وعبير بيشربوا السمك، بيبسي في محافظة كفر الشيخ أشهر تجار السمك في محافظة كفر الشيخ. هنتعرف على الأسعار النهاردة عاملة إيه. وأنا خدتها منك، هي بتحتك صباح الخير يا حاج عبيد. يا حاج فضل، يا حاج سمكتين. صباح الخير يا حاج. انزل. عامله ايه يا حاج؟ انزل. سمك عامل ايه النهارده؟ انزل يا راجل العربيه. يا وهبي، يا وهبي تعالى اتفضل. الاسعار كام؟ الاسعار. وهبي. قلناها ايه ضحكت عليا؟ كام حبايه كيلو يا معلم؟ ثلاثة في الكيلو. اوزنيهم كده. خدت السمك كام؟ انا على الطلبه اللي وعدتها. انا. وربع. ثلاثة كيلو ونص كده يخلص. ده اسمه البط السوبر. السوبر معلمة، انت كنت بتغني الوقت ايه؟ بغني وعلى حالي ده. قولي كده تاني الاغنية تاني. بغني على حالي. طب قوليها تاني بالله عليك. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا حبيبة. السوق فرقع والسمك قدامنا والنهار طويل قوي. دي مبروكة ست الحبايب. دي مبروكة. مبروك. ربنا يبارك فيك يا باشا. أهو. دي كم كيلو دي؟ دي 5 كيلو، 4 كيلو، أه. بكام الكيلو منها المبروكة؟ ب 60 جنيه بس. 60 جنيه. بس قال واحدة تكفي عيلي. ما شاء الله. واضح عليك. الصلاة على النبي، شوف. بص كده بتتلعبط لسه، لسه جاي من المية. هي منفوخة من اللبن الصناعي ولا إيه؟ دي بقى بالصلاة على النبي أحلى أكل. دي بتتعمل بانيه، بتتعمل صينية، بتتقلي. يعني الستات الشاطرة بقى بتفتح النت وبتعمل زي ما هي عايزة. بيعملوا كل حاجة على النت. ده مين؟ الستات الشاطرة كلهم شاطرين، ما هم بيناموا وبياكلوا وراهم. قال لك كده يعني. ما بتعرفش تطبخ هتقولي لنا ايه بقى؟ اللي ما بتعرفش تطبخ تحطها في الفرن وتعملها من الجهة التانية. هتطلع لوحديك. بقى نزود انواع يا استاذ محمد. ايوه. واحده بس. خد 100. 400 بس. 400 بس. خد امك. طبعا. انا تعبان النهارده. انا تعبان النهارده، عايز اكل الدغري. انا تعبان والله، يا تعبان على طول، والله تعبان على طول. ما رضتش الزهره المره اللي فاتت عشان في حاجه تعبان على طول. اصلهم منني والله، منني جماعه بتوع السوق دول اخواتنا وحبايبنا. لدرجه ازاي هم عندهم ميتم ينفع يا معلمه؟ قال انا بحبهم، هما بيحبوني وانا بحبهم. بس انت فيكي شبه من الهام شاهين. ما انا بقول لك اهو، كانت صاحبتي بنت خالتي. الهام شاهين بنت خالتي. بجد فيكي شبه مني. شكلي واحد اهو. تبقى قريبتي ولا لا؟ فيكم الهام لبعض. لو الهام بتشوفك دلوقتي يا معلمه هتقولي لها ايه؟ اقول لها صباح الفل. صباح الفل يا ايه؟ يا ابله الهام. عايزة يا ست ايه اللي همهانن؟ هو النهارده ايه؟ هو النهارده ايه؟ ندمت ان انت اتعلمتي يا معلمة المقطع؟ نعم. ندمت ان انت اتعلمتي؟ ليه؟ ولا ندم ولا حاجة، الحمد لله. هندم ليه؟
ده شغل وبره شغل والمحافظة شغل والمدرسة شغل والمدرس شغل، كل واحد بيجري على أكل عيشه. هندم ليه؟ الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. في ناس مش لاقية خالص، احنا لما نشتغل ونلاقي ونأكل عيالنا بدل ما نمد ايدنا للناس. الحمد لله. مين اللي اطلق عليك تمساحة السمك؟ اخت المعلمة تمساحة، تمساحة السمك نمبر وان. وهنسمع الان اول مقطع اغنية والصوت الذهبي الصوت المتلألئ من المعلمة تمساحة. انا عايز اشوف السمك بقى، كفاية عليكم كده. عايز ابيع بتاع الناس ده اهو، لو انتوا كل واحد هياخد بوك. بدينا متابعينا زي ما احنا شايفين. الله. اسعار السمك في محافظة كفر الشيخ النهاردة. محمد ده بيحب السمك هياكل. بورك كام بقى يا معلمة؟ 130. اوزن يلا ما تشاورش. ابو 90 ب 85 وعبي وما تشاورش. عارف لو مشيت هم امرغكنا. خد يالا. الاراميد بكام؟ روح. الاراميد بكام يا معلم؟ ب 60 كيلو. ب 60 جنيه. القرموط يعمل كام كيلو بقى من ده؟ خلاص يا استاذ انا مالي ومال البهايم، انت بتشمر ليه؟ لا اعمل لك ايه؟ انا شمرت. ابو 85 ب 80، ربنا يوقف حالك اكتر ما هو واقف. هو واقف يعني انا عارف. والله واقف انه ليه عوش. عوش. زي ما احنا شايفين مشاهدينا السمك البولتي ده الثمن الاربع سمكات كيلو ونص، يعني السمكه اعتقد انها نص كيلو. يد النعمه زي ما احنا شايفين كده السمكه من دي نص كيلو. والبوري ده، البوري ده بكام؟ صغير شويه 110. البوري اللي قدام حضراتكم ده معلمه دعاء اشهر 2 ونص 210 سجل سمك في محافظة كفر الشيخ. يا أستاذ خليفة بتبيع، عارفة تعالى يا حلو الأسعار وعارفة. هو نفسي ده يا أستاذ، ما أنتش هتلاقي سمك زي ده في السوق يا باشا. ده ب 130 جنيه البور اللي قدام حضرتك. 130؟ أه يانا. تيجي هنا أنت بقى معلمة من هنا؟ والله هنا من أذان المغرب. امبارح؟ أه. وزن 2:30 يا أستاذ. وزن 2:30 يا أبلع بيه. من امبارح للنهارده انا طلعت من البورصه الساعه 5:30 او 6، ما رضيتش اروح، جيت فرشت الياس ونمت على المصطبه. اكل العيش انا وابني. بكام القرنيط النهارده؟ انا وابني الوحيد معيش الا هو. بكام القرنيط؟ ب 60. ربنا ينجيه وفي شر الطريق يا رب. يا دعاء يا جمال. راضيكي؟ نعم مراضيني يا دعاء. مراضيني ربنا يرضيك. ما فيش الا هو مش هيراضيني. ما انا شغاله معاه. دي بوري يا دعاء، لطمتني يا دعاء. دوت بوري ودوت ديوك رومي. ابو 150 ب 130. ديوك رومي بكام؟ امسك. اعمله بجيك. اعمله في شيخ كده وهي 100 100. اما الفسيخ عندها جايزه ورحنا. هو عاوز فسيخ. عاوز كام كيلو؟ برضه حلفت على 10 جنيه ما خدتهاش اهو. كيلو ونص ب 210. انا برضه على العربيه وارجع اجيب سابق. لا الرومان على طول. هتسكت ولا هبيتك بال 2 كيلو؟ كيلو ما خدتهاش انا، كنت سمك والله. اما تاكل السمك ده يخليك ايه؟ ولا كلمه، اوعى وشك. في فسيخ اهوت. حاجه نظيفه بالصلاه على النبي. على المداء. على المداء والله. معانا السكين. لا اله الا انت سبحانك علام الغيوب. رخص يا معلمة ولا اه السمك كان ب 2100 وب 2200، دلوقتي بقى ب 1800 1750. ايوه رخص عن الاول، احنا كنا بنبيع ب 100 الاول، دلوقتي بنبيع ب 80. لا لا يا جوز شيل ايدك. الكلب 100 وجاب 150. يا حلوين. فرق 20 جنيه في الكيلو. اه بس طلع كان الاول ب 100. احنا بنبيع ب 80، غيرنا بيبيع في البلد جوه ب 100. يعني انت لو دخلت جوه ميت علوان وكفر الشيخ بيبيعوا ب 190. ربنا يكرمك يا معلمة يا رب. الحمد لله. ده نظام سعر الكيلو يعني. انا
لو قلت لي البوكس ب 2200 ولا 800 انا كده مش عارف اشارك له بكام. البوكس ب 2000 يعني الكيلو ب 80 جنيه جمله. البوكس ب 2100 يبقى الكيلو ب 84 جمله. البوكس ب 2200 تبقى ب 88 جمله. البوكس ب 1850 تبقى ب 74 جمله. ب 1900 ب 96 ب 76 يعني والله كنت شغاله محاسبه. دول كام يا عمر؟ 14. فين الاسعار؟ السمك جمله وقطاعي عند اشهر معلمه في سوق السمك في محافظه كفر الشيخ. السمك النهارده النهارده انت شايف ما كناش بنقعد اصلا. العمل ايوه العمل نايم. العمل نايم بس الحمد لله. طبعا رضا فضل ونعمه من عند الله اللي احنا فيه والله الحمد لله. احنا لو الناس باعت مش شبعانه. ما باعتش مش شبعانه. لازم نقول الحمد لله. خش عليا خش خش يا حلوي خش خش عليا. الحاج رمزه 10 كيلو زنا 10 انا جايبه لك مبروك. هنا زي ما احنا شايفين البولت ب 80 البور ب 110 وب 130 الكبير سمكتين في الكيلو. والقراميط زي ما احنا شايفين كده ب 60 جنيه سعر الكيلو. اما المبروقه ب 60 جنيه سعر الكيلو. شاهدين متابعينا ده كان لايفنا من كفر الشيخ. كان معاكم محمد مختار صحفي بالمحل. صور الحاجه دعاء.